شباب اهلا بيكم مرحبا سبيتو اهلا بيكم فكرا في فيديو جديد وفي حلقه جديده شباب في سلسلتنا وان بيس في تراريا. يا شباب على دامت باك انا فاهم مستمتع جدا بحاجه لا تتخيلوها كميه الفواكه اللي موجوده عندنا وكميه الفواكه اللي عاوزكم بجربها حاجه جميله جدا. بالاضافه مود باك ده هيكون بيتعمل له ابديت وهيكون بيتضاف لي الجير 4 والجير 5 بعد كده وده لازم نكون بنجربه مع بعض. فاهلا بيكم في الحلقه اللي قد تكون الاخيره عندنا في السلسله الاولى في وان بيس في تراريا. وطبعا لو عندكم اي افكار لسلاسل فرعيه تاني للمود باك ده قولوها لي في الكومنتات تحت. ناس كتير الحلقه اللي فاتت عجبتها فاكهه ايس جدا زي برضو ما عجبتني انا الصراحه مش عارف اقول لكم ايه غير ان فاكهه ايس دي حرفيا فاكهه جباره في القوه بتاعتها لا تقهر. لكن ده مش معناه ان انا مش هكون بجرب فواكه تانية. لكن طبعا قبل ما نعمل اي حاجه ما تنسوش طبعا دعواتكم لاهلنا في فلسطين وفي غزه، ان شاء الله بنكون بيحرروا من سورهم. دايما تكون بتقاطع اي منتجات لها علاقه بالكانسر ودايما تكون بتشرع القضيه الفلسطينيه. المقاطعة جايباهم ارض، المقاطعة مأثرة فيهم، كملوا شباب، كملوا حتى النهاية. أول حاجة شباب عاوز أكون بعملها معاكم في حلقة النهاردة إني أكون بزود الهيلث بتاعي عن طريق اللايف فروت، فنعمل كده لحد ما نزود هيلثنا للماكس. ده شباب هيلث بقى 600، حلو جدا. وبمناسبة الهاكي الأرمنت هاكي بتاعي ليفل 3 بقى ماستر 100، وهاكي التنبؤ ليفل 2 برضه بقى ماستر 100، حتى الآن مش لاقي الكونكر هاكي هكون بجيبه منين. إحنا بالنسبة للحاجات اللي هنكون بنغلبها النهاردة هكون بنغلب الإكليبس، هنكون بنروح للبامكن مون، الفروست مون، وبعد كده عند الدوك في شرون الامبرس اوف لايت بيت سي او. قد تكون شباب دي مش الحلقه الاخيره، ممكن يكون عندنا حلقه تاني. بدايه في الحلقه هنكون بنشوف الاكليبس، بعد كده عندي ايفنتات بتاعت الهالوين والكريسماس، بعد كده عندي دوك في شرون. دوك في شرون بيقع لي ايه؟ الادفانسد كونكر هاكي. اوكي، يبقى الادفانسد كونكر هاكي هيكون بيقع من الدوك في شرون. طب هل في اي حاجه هتكون بتقع من قبل الدوك في شرون؟ اي حاجه من البصات دي؟ لا. يبقى دوك في شرون شباب هو اللي هيكون بيقع لي الاول جزء من الكونكور هاكي، وده الامبرس اوف لايت هتكون بتوقع لي حاجه. ثانيه واحده، هنا في جير 4، يبقى الحاجه اللي مش نازله في المود باك ده هو جير 5 فيوتشر سايت. اوه ده هيك التنبؤ. اوكي. طيب معنى كده ان احنا ان شاء الله شباب هنكون بنبدل على فاكهه لوفي بعد الامبرس اوف لايت. طب قبل بقى الامبرس اوف لايت هنكون بنجرب فواكه النهارده. انا نفسي اجرب حاجه، نفسي اكون برجع لفاكهه لو، عاوز اشوف اذا كان ليها ايقاظ ولا لا. بص شباب معايا كام؟ 211 بلاتينيوم، ده كله من التفريم المره اللي فاتت، بالاضافه عندي هنا الاوفر فلوينج هاك فراجمنت، هدي طبعا، وهدي ديفل فورت ريسيت، نستهلك دي يكون بيزود لي الهاك ريجنريشن، ودلوقتي عملنا ريسيت لفاكهه ايس، فين فاكهه لو؟ كانت موجوده هنا تقريبا، لكن معايا اكتر من نسخه من فاكهه لو، راحوا فين؟ اهي معايا نسختين هنا، ناكل دي كده يا شباب، ده البيس فورم، لما نعمل كده ده الدومينيتد فورم، لو عملنا كده مفيش هنا اويكينج للاسف، مفيش هنا اويكينج. توقعت ان فاكهه لو يكون ليها ايقاظ بس للاسف لا، هي ما زالت برضو فاكهه قويه جدا وهتبقى فاكهه حلوه جدا للايفنتات، لكن مش عارف الصراحه اذا كنا احنا هنكون بنروح نجرب الايفنتات بالفاكهه دي ولا نكون بنجرب فاكهه جديده. انا عارف ان فاكهه لو جامده جدا، بصوا كده ده الجولد ديف روت شيست، لو انا عملت كده شايفين الكوب بتاعت فاكهه لو ممكن تكون بتعمل ايه فيه على طول وان هيت. فانا عن نفسي انا معايا اوريدي نسخه تاني من فاكهه لو، لو جربت الفواكه التانية وما عجبتنيش هكون برجع لها. لكن نيجي هنا كده ونختار دي وناكل دي كده يا شباب ونرستر الفاكهه بتاعتنا ونجرب فاكهه جديده بقى. اللي في دماغي اللي عاوز اكون بجربه يعني هو البو فروت او حتى دي الموتشي فروت، فاكهه العجين او فاكهه بو، الاثنين دول حلوين عاوز اكون بجربهم. في فواكه ثانيه عاوز برضه اكون بجربها، فاكهه الدارك، فاكهه الظلام بتاعت بلاك بيرد، كانت موجوده هنا سبتها في احد الاماكن هنا اساسا. اهي يا شباب اليامي يامي نومي، يبقى كده عندنا ثلاث فواكه عاوز اكون بجربهم، فاكهه النيكيو نيكيو نومي، فاكهه الموتشي موتشي نومي، وفاكهه اليامي يامي نومي. اولا هكون بجرب الفاكهه دي، فاكهه بو، نعمل كده ناكلها. اول حاجه البيس فورم بتاعتي ابيليتي 1 بتطلع حرفيا كف كده، ابيليتي 2 بتعمل هولد وبتضرب تو سباري باد هو، اوكي. ابيليتي 3 دي باف ريبل، يعني لو انا خدت دي باف اي حاجه يكون بيعمل لها ريبل، وابيليتي 4 اللي هي الموبيليتي سيلف ريبل اللي هي في. هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ الموبيليتي حلوه قوي، بصوا كده لما ادوس بي بيطلع لفوق او ينزل لتحت. دي بقى البيس فورم، انا عاوز اكون بلفلها يا شباب، فهكون بعمل كده، هكون بدوس اربعه واكون بشغل الالتيميت باتلر. عارف ان هو موضوع ممكن يكون غلطه كبيره، لكن هنلاقي فيه بلاوي جايه عليا. بصوا
شايفين كميه الحاجات الحلوه دي؟ نيجي بقى هنا كده ونحاول نكون بنقتلهم. دلوقتي ندوس بي نطلع للدومينيتد فور، نفرم برده شويه، اعتقد ان نفس الضربات. او لا ده بيشحن، بص واو ايه دي؟ ودي برضو سيلف ريبيل او دامج ريبيل، حلوه دي. بس احلى حاجه عجباني الحركه دي، انك تشحن وتضرب كده بوم. ثانيه واحده، ابيليتي 3 بتعمل بتموتهم كلهم اللي حواليا، عملت دامج ريبيل، يعني اي حد هيدمج لي الدمج هيروح له هو. فكر دي هتبقى جامده، عاوز اجربها تاني. بص بس ليها ابيليتي كول داون تقريبا دقيقه. دوش باب دومينيتد فور ماكس ماستري، اعتقد دي ليها اويكننج. لا للاسف ملهاش اويكننج، ملهاش ايكوز. انا مش عاوز اكون مجرب او العب بفاكهه ملهاش ايكوز، رغم ان الفاكهه دي بصوا قوتها جامده. عاوز اجرب الابيليتي 3 دي تاني. اوكي واحد ثانيه دلوقتي، لو انا عملت كده اوكي مش اوه بصوا شفتوا اللي حصل؟ شايفين البول الاحمر ده؟ اي حد هيكون بيحاول يدمجني هيموت اهو. بصوا مش بعمل اي حاجه، مش بعمل اي حاجه، انا واقف مكاني كل اللي حواليا بيموت. اوه الابيليتي جامده جدا جامده جدا. اوكي اقفل الالتيميت باتلر، نروح البيت. يبقى ايش تقييمي لفاكهه بو؟ هي فاكهه قويه جدا بالاخص في الضربه الثالثه بتاعتها، لكن هل هي تعتبر افضل فاكهه ممكن اكون بكمل بيها؟ يعني ما اعتقدش. فنتكلم باش ده تاني، نروح على الديفيد فروت ريسيت، نعمل كده. دلوقتي عاوز اكون بجرب الموتشي موتشي نومي، فاكهه كاتاكوري ابن البيج مام. ناكل دي كده، حلو قوي. البيس فورم ابيليتي 1 ماشي، حلو قوي. ابيليتي 2 بيطلع عجين، ابيليتي 3 اوكي عباره عن موتشي اكس، وابيليتي 4 موبيليتي موتشي ويل. ايه ده؟ ايه ده الحاجة الحلوة دي؟ ايه ده؟ اوكي حلوة قوي دي، موتشي ويل. اوه جامدة جامدة موتشي ويل دي، حرفيا الحاجات اللي بيقدر يعملوها جوه اللعبة هنا بالانيميشنز حاجة جميلة قوي. دلوقتي أنا عاوز أكون بلفل الفاكهة دي وأشوف قوتها الحقيقية. اوه ثانية واحدة، أنا بشغل الهاكي بتاعي الضربة بتاخد الهاكي كوتنج. اوكي ما كنتش أعرفها دي. اوه واو حلو قوي دي، عشان فعلا في الأنمي كاتاكوري كان بيشغل الهاكي وكان بيلعب بالفاكهة بتاعته، لأن الفاكهة بتاعته باراميسيا. اه شباب فاكهة الدو فاكهة باراميسيا مش فاكهة لوجيا. دلوقتي دوس ترانسفورم. اوه بصوا الضربة دي. واو الضربة دي عاملة زي ما يكون الجير 3 بتاع لوفي، فاكرها من الانمي اساسا. بصوا القوة، بصوا القوة دي، أول ضربة. تاني ضربة اهو، بصوا رشاش حرفيا معاه رشاش بيضرب رشاش. تالت ضربة بقى دي كي، أو بصوا جاتلينج، بصوا كام دراع معايا، بصوا كام دراع معايا بيضربوهم. اللي هو دي ممكن برضه تكون بشغلها مع الضربة التانية، دي عاملة زي الفينوم. شايفين فاكرين الهايدرا؟ هي دي عاملة زي الهايدرا. إليفنت جان، أي صح نسيت إن الضربة دي اسمها إليفنت جان. يا ترى بقى الفاكهة دي ليها ايكوز ولا لا؟ اتمنى فعلا يكون ليها ايكوز، لان دي هتبقى جامده جدا في الايكوز بتاعها. او ايكوز، في ايكوز، دوس كده بقى في الايكوز. انت بتقولوا ايه؟ انت بتقولوا الضربه دي واو بتطلع زي دوناتس كده بيضرب لوحدهم. وات بصوا دي بتطلع دونات فوقيه وهي اللي بتضرب. كل ده طبعا عامل كتب الهاكي بتاعي، لو قفلت الهاكي هتلاقي العجين له ابيض لكن عجين له اسود عشان انا مشغل الهاكي بتاعي. هو ايمرس فايت رازبنت. ليه 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 لي. انا بس كنت بفرم، ما كانش قصدي رازبنت، ما كانش قصدي رازبنت. اوكي انا عاوز ابعد عنها بعد. ايه اهرب 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 اهرب، مش عاوز احلبها دلوقتي، مش عاوز احلبها دلوقتي. اوه اوكي ده موتت كل اللي عندي. انا ممكن اموت ايمرس فايت، الموضوع مش صعب، لكن انا مش عاوز اموتها غير لما اكون بجهز اجي لوفي. دي ورايا ورايا. اوكي لا انا هطلع وادخل تاني، انا مش عاوز اكون بحارب الايمرس فلايت دلوقتي. حاليا الموتش بيتفوق بشكل كبير جدا عن فاكهه بو. البيس فورم ضعيف جدا هنا، لكن لما نروح للدومينيتد فورم احلى حاجه عجباني في الدومينيتد فورم هي الضربه دي. شايفين بتطلع كام دراع؟ 5. ولو دوست شغلت الهاكي هياخدوا هم برده الهاكي بتاعي. شايفين حاجه حلوه ازاي؟ بيضاف الضربه دي الاليفنت جان، موتشي اليفنت جان، والضربه دي اللي هي رشاش دي برده حلوه جدا. غير كده لو دوست بيه تاني يروح بقى الاويكند فورم. بصوا بقى الضربات دي، شايفين دي اول ضربه، تاني ضربه بتطلع تشيستنات حرفيا دونت بتضرب اي حاجه هنا. شايفين حاجات حلوه ازاي؟ مع السلامه. اوه فكت موتش تاني وماله. وتالت ضربه بتطلع حرفيا دوناتس كده اهو، بتطلع 5 دوناتس. اي دوناتس دي بيمشي ورايا، اي حد هيبقى قريب مني هيضربهم، انه حرفيا سلاح سامن، حاجه حلوه قوي. اوكي بقى شباب موتش دلوقتي عندي اختيار ممتاز جدا للحلقه بتاع النهارده. يلا بقى نكون بنجرب فاكهه تاني عشان نشوف الاختيارات اللي عندي واكون بحدد الفاكهه اللي هكون بلعب بيها النهارده، قبل ان شاء الله ما تكون الحلقه الجايه اكون بلعب بفاكهه لوفي. يا شباب نكون بتجرب احد اقوى الفواكه اللي موجوده في اللعبه اللي هي اليامي يامي نومي. الفاكهه دي هتبقى فاكهه مميزه جدا لان اعتقد ان ليها القدره انها تكون بتاكل فاكهه تاني معاها. ماشي فنعمل ده كده. طيب نشوف بقى هنا الابيليتي 1 دي ماشي بتعمل زي بلاك هول، ابيليتي 2 بتعمل زي السجاده السوداء،
ابيليتي 3 بتعمل زي اعصار اسود. عاوز بقى اجرب حاجه لانه زي ما انتم عارفين البلاك بيرد بيقدر يستعمل اكتر من فاكهه، فيا ترى اقدر استعمل اكتر من فاكهه زيه؟ فهكون بجرب فاكهه ايس لو انا اكلت دي كده. اوه موت. طب يعني مش بالدرجه دي، اكيد في حاجه معينه هكون بعملها عشان اقدر اكون باكل فاكهتين. واقول لكم الدليل على كده ايه. لما تفتح الكنترولز وتيجي على المود باك نفسه هتلاقي في حاجه اسمها السكند فروت اهي واي، فيمكن تتعمل الموضوع ده لما اكون بلفل الفاكهه بتاعتي الاول. فدلوقتي شباب يلا بينا نروح نلفل فاكهه الظلام. بصوا حلوه ازاي. بصوا انا بس بمشي بالابيليتي 3، البيس فورم بتاعها لوحده قوي. بصوا بتحرك بس بيها كده، بتحرك بس بيها. الاعصار الظلام ده بياكل اي حاجه في طريقي. حلو قوي. لو وقفت هنا كده اي حد هيقرب مني هيموت. اوكي دلوقتي دومينيتد فورم، دوس بي اول ضربه. اهو بصوا بصوا بيعمل زي اعصار. بص شغال زي مروحه، شغال زي مروحه، اي حاجه في طريقه بياكلها. ايه ده ايه ده ايه القوه دي؟ بعد كده بيطلع بلاك هول هنا. في عاوز اجربها. يبقى ده بيشحن، شايفين الضربه بتشحن اهو، بعد كده بيضرب. انا بس عاوز اكون بجرب. اهو بصوا هو بياخد ارواحهم بعد ما بيقتلهم. الكوره اللي في النص دي بتكبر، فهمتوني؟ اهو شايفين الكوره بتكبر. بعد كده هقدر اضرب الكوره دي عليهم كده، شايفين بلاك هول اهي. اوه جامد جدا. دي اول ضربه. طب تاني ضربه بتعمل برده سجاده سوداء بس على مساحه اكبر. تالت ضربه وبيطلع كره الظلام دي، بتشحن برده وبرميها على الارض. فهمتك. الفاكهه دي فاكهه لوجيا. اه نعمل نفس الحركه دي تاني. اوه بص القوه، بصوا واو. ونرمي دي كده، اي حد هيقرب مني هيتاكل حرفيا. نشحن الضربه دي كده ونرميها. بص لما تترمي هي بتعدي بلوكات بس اي حاجه في طريقها بتاكلها. نشحن الضربه دي تاني كده، ولو رميناها كده بالطول شايفين لكم الفاكهه دي هتبقى حلوه جدا. ليه؟ طب هل دي ليها اويكند؟ لا للاسف الفاكهه دي ملهاش اويكننج. اه ليه كده؟ ليه فاكهه الظلام فاكهه قويه جدا لوحدها اساسا؟ لو كان ليها اويكننج هتبقى اوفر باور. اوكي يا شباب انا بس بفكر في حاجه، بفكر ايه هي افضل فاكهه من الفواكه دي اقدر اكون بستعملها ضد الايفنتات بتاعت النهارده. انا بالنسبه لي فاكهه الظلام، شايفين؟ فاكهه الظلام جباره في القوه بتاعتها، جباره. نقفل ده كده بقى يا شباب، هاجي عند الباشا ده واكون بشتري منه السولار تابلت، ونكون بنعمل كده يا شباب نرسبن السولار اكليبس. وحتى هكون بفعل الباتل كراي بتاعتي، نشغل الهاكي بتاعي التاني. بعد اذنك نشغل الهاكي التاني بتاعي. ايوه كده ويلا بينا. شايفين بقى فاكهه الظلام اللي بتعمل ايه هنا؟ واو هي مش بنفس القوه الطبيعي اللي انا توقعتها، لكن قويه برضو، ما زالت قويه. المبات هنا مبات سهله بتاعت السولار اكليبس. نشحن الضربه دي ونرميها. اوه بص الظلام، بص كره الظلام عملت فيهم ايه. نشحن الضربه دي كده تاني ونرميها كده اهو، اي حاجه في وشها هتتاكل. نشحن بقى الضربه دي، الكره السوداء الكبيره البلاك هول، وعاوز ارميها عليه. او اي حد هيقرب مني وانا ماسك البلاك هول هيتدمج. نرمي كده. اوه بصوا كلتهم كلتهم. اوه موتنا المثرون. حلو قوي. اللي انا شايفه احلى ضربه هي الضربه دي، ضربه الكره السوداء دي او الثقب الاسود ده. حرفيا اي حاجه في وشه بياكلها اهو. شايفين كده لما ارمي ده؟ مع السلامه. وبيسحبهم ليه؟ يعني مش بيسيبهم يتحركوا على طول. اوه الاكليبس خلص عشان شغلته متاخر يمكن، بس نخلص من دول كده. بصوا شفت اللي حصل؟ الاكليبس اتحسب. حلو. محتاجين نكون نروح للدنجن عشان نكون نفرم على الاكتوبلازم، يا اما الباشا هنا بيبيعه. اوه معظم الحاجات اللي عندي هنا ماتت، معظم الام بي سي ماتوا. تعال ننام شويه يا شباب، نكون بنراجع كل ام بي سي ونشوف اذا كان الهانتر بيبيع الاكتوبلازم، نقدر نكون بنعمل كرافت على طول الايتمات دي بدل ما نروح نفرم هناك. صحيح في فاكهه ثانيه عاوز اكون بجربها معاكم، فاكهه دي السترينج فروت بتاع الدون فلامينجو، بس المشكله ان ريلي نفسه مات. يعني مش فاهم. اوه ثانيه واحده ده جارب. ريلي مات، البهوات ماتوا هنا. يعني مش عارف اغير الفاكهه بتاعتي غير لما الباشا يترزبن. دلوقتي نعمل كده وناكل الايتو ايتو نومي، فاكهه الفلامينجو او الدون فلامينجو. اوكي اول ضربه ليها زي الويب، حرفيا زي الكرباج بتاع الريال العادي. طيب ثاني ضربه بيضرب بوليتس حرفيا زي دي. شايفين هي. طب تالت ضربه بيطلع باراسايت. ايه دي عباره عن ايه باراسايت؟ عاوز اجرب بس الضربه التالته دي تاني. نعمل كده. اوكي بيطلع باراسايت. الباراسايت ده بيضرب اللي حواليه. بصوا اهو الاسلايم ده بيضرب الاسلامات التانيه. تصدق حلوه دي، ممكن اعين اكتر من باراسايت تقريبا. فيلا شباب نكون بنلفلها ونشوف بقى قوتها الحقيقيه. اوكي دونيت فورم، افتح ده بقى كده. او بصوا الكرباج بقى عامل ازاي، بقى كرباج ناري. اوكي الضربه دي بتطلع برضه باراسايت. طب الضربه دي اهو بصوا بتعمل ايه، بتشبكهم سترينج شوت. اوكي برضه مش فاهم الضربه دي وظيفتها ايه بالظبط. واو طلعت فاكهه السترينج برضه قويه يا شباب، طلعت قويه. اها بص فهمت السترينج شوت، اي حد بيعدي من الخيوط دي بيتقتل. شايفين حلوه دي برضه. دلوقتي وصلنا للماستر 100%، ما اعتقدش ان فيها اويكننج للاسف. يبقى شباب فاكهه الفلامينجو هنا عندنا او الدون فلامينجو مش موجود فيها الاويكننج، ما فيهاش الايقاظ. فاللي هكون بستقرير عليه يا شباب النهارده في الحلقه بتاعتنا هي الموتشي موتشي نومي، فاكهه الدو وفاكهه طبعا كاتاكو
كاتاكوري. على فكره كاتاكوري من احلى الشخصيات اللي بحبها في ون بيس اساسا. يعني نقدر نشتري اكتوبلازم الهانتر، حلو قوي. مش لازم نروح نتفرن فيه الدنجن، اشتري بس منه ده. اوكي 291 هيبقى حلوين قوي، لان شباب عاوز اكون بعمل ارمور جديد معاكم. نيجي بقى بنحط اكتوبلازم هنا، هكون بعمل الاسبكتر بارس. شباب عاوز اكون بعمل تقريبا كام، 80. بعد كده نبحث عن كلمه كابتن ونشوف اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نكون بنعمل الارمور الجديد ده. فين هو؟ اهو الكابتن سبكتر ارمور. ده محتاج مني الفولن ستيمز، محتاج 9 من دول يا شباب. فواحد 2 3 4 5 6 7 8. اوه فاضل واحده. فاضل واحده. طب محتاجين يكون ننزل تحت ناحيه الجحيم نفرم عليها. ثانية واحدة، أنا تالت حاجة وقع لي فاكهة غريبة، الفونكس فروت. وقع لي الفونكس الزون فروت. إيه ده؟ نايس نايس جدا كمان. أنا قلت هكون بستمر على فاكهة الموتشي، الموضوع طلع شباب إن أنا ممكن أكون بروح لفاكهة جديدة، فاكهة الزون. ده أنا جبت أسام بالحظ، أداخل أفرم بالموتشي لقيت الفاكهة دي وقعت لي. أوه فاكهة هي هي؟ أه نفس الفاكهة. ماشي واضح كده إنها مش صعبة إنك تجيبها. يبقى الديفيج فروت شيست اللي بيبقى موجود في الجحيم تحت بيقع منه فاكهة واحدة بس، هي اللي هي الفونكس. انا بقى متحمس جدا اشوف الابديت هيكون بينزل فيه فواكه ايه تاني. فدلوقتي احنا خلصنا نروح نعمل كده كرافت التسعة ونعمل شباب الايه الكابتن ارمور. اول حاجة الكوت، بعد كده الهات، بعد كده البانز. دلوقتي الارمور بتاع 62 لما نيجي نلبس ده كده ل 80 رفع حلو قوي. السيت بونس هيتنج انمي هاز ا تشانس تو سبون ا ديفل سبكترز اند ويل هانت نير باي انميز. حلوه دي. بص السمنه بتاعتي بقت كام فوق، 13400. عاش جدا. ايه رايك يا شباب اجرب دي؟ دي ديفنس سبورت اوفنسيف وموفمنت. انا صراحه مع اني كانت عجباني فاكهه كاتاكوري قوي، انا عاوز اكون بجرب فاكهه الفونكس. لازم، ما اقدرش يعني فاكهه جديده وفاكهه زون لازم اكون بجربها. ناكل دي كده. دلوقتي تعال نشوف الابيليتي بتاعتها. اول حاجه ابيليتي 1 بلو كيك، اوه حلوه دي. ابيليتي 2 السيكر، ماشي. ابيليتي 3 دي اوكي، بتعرفش بتعمل فيها ايه. بس ابيليتي 4 تقريبا الطيران ولا ايه. موبيليتي هولد ابس شوبي اليوتيليتي هنا فليم اوف ريجن. اعتقد ان دي بما انها فاكهه يعني متعلقه بالفونكس، الفونكس من اكتر الفواكه اللي هي بتعمل هيلينج. غير كده برضو في حاجه انا شفتها عند تشوبر. فين هو تشوبر؟ تشوبر مش عندي، لازم يكون معايا في الانفنتوري ليسر هيلينج بوشن عشان الباشا يراسبن. الباشا موجود هنا، عنده دي الرامبل بول، بيقول لك داز سمثينج ويرد تو ذا وان تايب فروت يوزرز. عاوز اجرب، لو انا اكلت دي كده لو ينفع ناكلها؟ اوه كلناها، ايه اللي بيحصل بقى؟ يو ايت رامبل بول، مش فاهم الفكره، مش عارف ايه اللي هيحصل اساسا. لكن انا دلوقتي اللي عاوز اكون بعمله اني افرم او الفل الفاكهه بتاعتي عشان اشوف قوتها الحقيقيه. اوه بصوا الضربات، بصوا الضربات بتاعت الفونكس. اوكي نايس نايس نايس. شايفين النار دي اللي بتطلع؟ هي بتحط ضرب لوحدها، والكيك برده حلوه. ثانيه واحده، دي على طول ممكن اوديها للهاف فورم. طلع لي اجنحه. اوه واو دي ملهاش ليفلات اساسا. شايفين اجنحه بتعمل ايه؟ ده نص الفورم. لو انا دوست بي تاني. اوكي لا ثانية واحدة، ليها ماستري هنا شايفين؟ اوكي تعال بس نلف الهاف فورم دي الأول، دي أول ابيليتي. تاني ابيليتي بتطلع كده نار حواليا، شايفين؟ شايفين الجمال؟ تالت ابيليتي بتعمل زي سلاش كده أهو اللي كان بيضربها في المارين فورد ماركو. بصوا جامد. دلوقتي الفول فورم الأنلوك لو دوست كده بي. وات؟ إيه ده؟ إيه ده يا جدعان؟ إيه ده؟ واو ده هو الفول فورم بتاع ماركو. نايس نايس جامد جدا جامد جدا. بصوا القوة، بصوا القوة بتاعت الفاكهة دي. اوكي عايز بكون بلفلها الماستري هايبرد فورم انلوك. ده في واحد تاني دوس بيه كده اللي هو نص ونص. نايس ايه ده؟ الجمدان ده. في حاجة تاني؟ ده ليها ماستري كمان، لازم نلفلها. شوفي أول ضربة، الضربة دي بتطلع زي دوامة حلوة. الضربة التانية بتعمل إيه؟ بتطلع بول كده أهو، فاير بول أو بلو بول. تالت ضربة بتعمل دراعات كده أهو، بيطلع دراعه ويطلع نار حواليه. اوه واو فاكهه ماركو دي جامده جدا. اويكن فورم انلوكت، ده في اويكن. وات ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ثانيه واحده، الضربه دي اولا بتعمل ايه؟ انتوا بتهزروا هي قوه ماركو او فاكهه ماركو بالقوه دي؟ ما توقعتش كده ابدا، ما توقعتش كده. شايفين اللي بيحصل؟ شايفين اللي بيحصل يا جدعان؟ هو في ايه؟ يبقى اذا ده اللي احنا فيه هو البيز فورم. لما بدوس حرف بي بيروح للهاف فورم اللي هو نص الاي نص الفورم. لما اروح ادوس بي تاني بيروح لي الفول فورم، لما ادوس بي تاني بيروح للهايبريد اللي هو نص ونص، لما ادوس بي تاني بيروح الاويكن. انتوا متخيلين القوه بتاعت الفاكهه دي شباب بتبقى عامله ازاي؟ انا النهارده عرفت الفاكهه اللي هكون بلعب بيها هتكون ايه.
انا في اول حلقه كنت حيران صح، كنت محتار اكون بلعب ايه ولا بايه. دلوقتي يا شباب الموضوع بقى واضح قدامي جدا اني هكون بلعب فاكهه ماركو. وده شباب نكون بنعمل حبه سلك ونيجي عند الباشا ده، انا عاوز اكون بروح اشتري منه البامكنز. اهي عنده البامكن اهي، جميل جدا، اشتري برده منه شويه. وده شباب نكون بنعمل كرافت البامكن مون ميداليان، وبرده عاوز اكون بعمل كرافت للنوتي بريزنت بتاعت الفروست مون. بقى يا شباب نيجي هنا كده هدوس بي يروح للهاف فورم، بي تاني الفول فورم، بي تاني الهايبريد، وبي تاني الاويكند. ونرسبن يا شباب، اولا هجو اعمل كده نرسبن البامكن مون، ليتس جو. ونشغل برضو حتى البوك بتاعنا لان انا عارف مفيش حاجه هتقف في وشي بالفاكهه دي. بصوا بصوا القوه، شايفين ده يا شباب؟ قوه فاكهه الفينيكس، قوه فاكهه ماركو. حد شايف اي حاجه بتحصل؟ حد شايف اي حاجه بتحصل يا شباب؟ شايفين القوه بتاعت الفاكهه دي؟ حاجه حرفيا جباره. احنا حتى الان في ويف 17 بمناسبه. بصوا لما تضرب الضربه دي كتير بيتحدث في مكان واحد وبتشحن الضربه، بعد كده بتعمل كده. اوه نايس، حاجه حلوه قوي قوي قوي. نعمل كده برضو ونعمل كده اهو. واو. بصوا شباب انا قلت لكم الفاكهه دي هي اقوى فاكهه حتى الان انا شفتها. طبيعي احنا لسه مش بنتكلم على فاكهه لوفي، ووصلنا لحد ويف 20 بتقريبا كام، 3600 بوينت. انا مش محتاج اكون بكمل بعد كده، فهكون بعمل كده اهو. مع السلامه حضراتكم، هتوحشونا. ونحط كل الحاجات دي عندنا كده بقى في السيستم بتاعنا. شايفين لما بعمل الضربه دي بتطلع حاجه زي رجل ماركو كده. بصوا عاوز بس اكون مجربها تاني. فين هي؟ اعتقد لما بشحنها اهو، شايفين هي دي رجل ماركو بتفرقع كده، حاجه حلوه قوي قوي قوي. وبعد كده نرسبن النوتش بريزنت والفروست مون ايفنت. هكون بعمل الضربه دي، بعد كده اكون بضرب الضربه الثانيه. شايفين الضربه دي بتحميني من اي حاجه وبتعمل هومنج على اي حاجه حواليا. شايفين بتزيحهم اهي، بتزيحهم حواليا. شايفين رجل ماركو بتعمل ايه فوق؟ اهي بتفرقع فوق اهي، اهو بتفرقع حواليا. جامده جدا الضربه دي برضو. بالمناسبه احنا ويف 15 وما كملناش تقريبا 20 ثانيه في الايفنت. وبكده شباب وصلنا لحد ويف 20 اهو، 4200 بوينت. شفتوا القوه بتاع فاكهه ماركو؟ شفتوا القوه بتاعتها؟ وي 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 وي. بقى كده اقف هنا في النص واضرب الضربه دي. اوكي اعتقد 5000 بوينت هتبقى كفايه قوي، فنعمل كده. مع السلامه، روحوا كلكم يلا. بعد كده هكون بشتري من الباشا ده الران اواي بروب اللي هيكون بيرسبني المارتن مادنس انفيجن. ثانيه واحده، انا اقدر اعمل الابيليتي دي اللي اسمها روكيوجان، بس ناقصني حاجتين. ناقصني دي اللي هي بتيجي من التوينز، وناقصني دي بتيجي من السكيترون. احنا شباب ممكن نكون بنعمل الابيليتي دي دلوقتي، بس اولا هنكون بنرسبن الايفنت ونشتغل بقى يا شباب هنا ونخلص الايفنت ده سريع سريع. عشان فين هو الباشا؟ وصل اهو، اهو الباشا وصل. بص بقى اللي هيكون بيحصل فيه، بصوا الدمج اللي هيكون بيحصل فيه دلوقتي. بتعرف تطير؟ انا برضو بعرف اطير. هتطير؟ هطير. انت سريع؟ انا برضو سريع. ايه ده، هو الايفنت خلص بالسرعه دي؟ ما كملتش حاجه حرفيا، ما كملتش حاجه. اه هو خلص، بس فروست مون ما خلصش ليه؟ اه انا غلبت دول، بس فروست مون وبامكن ما خلصوش، لان انت لازم تكون بتكمل لحد الصبح. انا عديت الوقت. في برضو حاجه انا مستغربها شويه، هنا بيقول لي كونكر هاكي ليفل 0 والماستري 0، بس بيقول لي دوس حرف يو. لما بدوس يو مش بيحصل اي حاجه، فانا مش عارف بقى موضوع هاكي الملكي ده بيجي منين. لان احنا هنكون بنغلب الدوك في شرون، هكون بيديني الادفانسد كونكر هاكي. ده بيقول لي انلوك ذا ادفانسد، طب اوريدي العادي انا مش فاتحه، ما دي الفكره. اه هي دي كونكر هاكي، بيجي منين ده؟ من الوول اوف فلاش. هاكي الملكي العادي بيجي من الوول اوف فلاش، معقوله؟ انا ما خدتش بالي من ده ابدا. وريك كده بقى، اه اهو ما وقعليش الكونكر هاكي. ثانية واحدة، نيجي هنا كده ونرسبن الوول اوف فلاش. فين هو؟ اهو. اقتلوه كده سريع سريع. شكرا. هاتريش باك افتحها، ما جاتليش، غريبة. مرة تاني، تعالى كده موت يا باشا. شكرا. افتح التريش باك، برضه ما جاتليش. اوه حلوة دي، اللوت ماجنت. اوه واو، شايفين؟ بتجمع أي حاجة حواليا، لذيذة. طب نجرب مرة تالتة. اوكي مات، وافتح ده كده. اوكي برضو مفيش. ازاي بقى؟ ما هو ده اللي انا مستغربه. هل هي نسبة قليلة؟ اخيرا اهي يا شباب الكونكر هاكي نسبة 5% انها تقع. جبت اتنين كمان وماله؟ بالاضافة جبت دي الايس هايت. بصوا اوه واو، معايا قبعة ايس. ده شباب نكون بنعمل كده اخيرا اخيرا اهي. الكونكر هاكي ليفل 1 لسه واخد بالي منها دلوقتي. ولما دوس يو بيطلع الكونكر هاكي صح؟ المفروض ادوس يو، مش بيطلع كونكر هاكي ليه؟ لازم استنى شويه هنا. بصوا فوق هنا في كول داون. انا الصراحه عجباني الفاكهه دي بتاعت ماركو، فاكهه جميله جدا. اولا بتحرك بسرعه زي ما شايفين، طيران. عنده الضربه دي، عنده الضربه دي برضو حلو، وعنده الضربه دي اللي هي بتعمل زي ضوء كده في السماء. فين هي؟ اضرب يلا. مستني ايه؟ ينزل على الارض يعني ولا ايه؟ اضرب. مش هتضرب ليه الضربه دي؟ هولد.
هولد. هو بيسالك المانا بس مش زهره. اها دي تقريبا يعني. في الوضع ده بقى شباب بيزود لي الموفمنت سبيد ويقول لك هيفلي انكريز لايف ريجن وهيفلي انكريز موفمنت سبيد، يعني بيزود لي اللايف جنريشن بدرجه كبيره جدا لان ده وضع ماركو الفينكس وضع العنقاء، وبيزود لي الموفمنت سبيد بتاعتي. لما بدوس كده انكريز سلايتلي، يبقى دلوقتي اعلى حاجه تقريبا في الاويكند. مش في الفول فورم ولا في الهايبريد، اعلى حاجه انك تكون بتطلع الاويكنج يقول لك هيوج انكريز. دلوقتي انا لو جيت هنا ودوست يو اوكي غريبه، فهو اتلفل اتلفل بس مش للدرجه دي يعني، مش فاهم ليه. هجرب تاني هدوس يو اهو، بصوا شايفين الدايره اهي شكلها خفيف قوي، بس انا بدوس يو بيستهلك الهاكي بتاعي اهو، الدايره بتكبر اهي شباب شايفين الدايره. واو اي حد في الدايره دي المفروض ان هو يكون بيتاذى يعني، المفروض يكون بيدمج، المفروض يكون بيحصل له ايه، بس انا عن نفسي هكون بستعملها لحد ما الهاكي بتاعي يخلص عشان اكون بلفلها. دلوقتي الهاكي بتاعي ماستري 56%، وعاوز اعملها تاني هدوس يو اوكي شايفين الدايره اهي بتكبر وتكبر، واي حاجه جواها بتدمج. حلو برده نكون بنعمل كده عشان نلفل هاكي الملكي بتاعي لحد ما الهاكي بتاعي بص فوق اوكي خلص. دلوقتي الماستري 100% جميل، عشان بعد كده لما اكون بغلب الدوك بشور اقدر اكون بستعمل ادفانسد على طول. عاوز بقى شباب اكون بجرب فاكهه ماركو على البلانتيرا عشان قوتها الحقيقيه على فاكهه البلانتيرا، بس اولا اكون بشغل الهاكي بتاعي كده اهو هاكي التصلب، بصوا الدمج اوه ماتت نايس، فاكهه قويه جدا. عاوز برضه اكون بجربها على الجولم، نزل الباشا كده ليتس جو. الموضوع ده ممتع قوي، ممتع قوي 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 فكره ماركو. واخيرا عاوزكم بجربها على التلات ميكانيكال بوسس مع بعضهم. الدستروير مات، التوينز ماتوا، مع السلامه حضرتك، يلا موت موت، يلا بقى نيجي بقى لسكيت برايم نعمل كده. واو يا شباب، واو يا شباب على دي فعلا فاكهه جباره. نفتح بقى التريجر باك دي، نفتح التريجر باك دي ونفتح التريجر باك دي، حلو مش وحش. لكن انا اللي عاوز شباب ان اكون برازبن التوينز اكتر مره عشان اقدر اكون بجيب الايتم اللي ناقصاني. بين التوينز ثلاث مرات ونخلي ماركو يدلعهم، مع السلامه. واو يا شباب، واو على فعلا دي فاكهه جباره. نفتح ده كده اهي جبتها، جميل. ودلوقتي عاوز اكون بغلب السكيترون، نزل لي كده الثلاثه يا باشا، مع السلامه مع السلامه مع السلامه، شكرا شكرا تعبتكم معايا معلش. افتح ده كده اهي نايس من اول مره. ودلوقتي نقدركم بنعمل كرافت للروكيو جان دي سكرول، ماشي. دي لو انا حطيتها مثلا هنا كده هتكون بتعمل لي ايه؟ مش فاهم. في هنا داش وبتعمل لي ايه تاني؟ The ultimate attack of the Rokishi style 20% chance to dodge واكسترا جامب، يعني لما اعمل كده في اكسترا جامب ايوه، ولما بنط بيطلع بروجكتايل، بصوا لما بنط اهو نايس حلو قوي دي اهو، لما اجي انط كده بيطلع البروجكتايل حواليا. لكن للاسف يا شباب الحلقه دي تكون خلصت، اتمنى فعلا تكون هي عجبتكم، تكونوا استمتعتوا بيها، واهم حاجه تكونوا استفدتوا. النهارده يا شباب جربنا فاكهه ماركو، انا مش عاوز اكون بسيبها الصراحه، مش عاوز اكون بسيب فاكهه ماركو، عاوز اكون بكمل بيها حتى النهايه، لكن طبيعي زي ما انتم عارفين الحلقه الجايه هتبقى بدايتنا مع فاكهه لوفي عشان نكون بنغلب بيها الدوك فيشرون، ونكون نغلب بيها الامبرس اوف لايت، ونكون بنلفلها للجير 4، بعد كده يا شباب نكون بنختم بيها اللعبه. ده كل شباب ان شاء الله هيبقى في الحلقه الجايه. ما تنساش لو انت لسه جديد اشترك في القناه وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد على القناه. يلا باي باي، ونفضل نقول تحيا فلسطين، باي باي.